بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية شراء الأسماك في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل. فإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بشراء الأسماك في المنام، فإن هذا يدل على نيل الكثير من التوفيق والنجاح في الحياة العلمية والعملية. وإن قامت بتنظيف الأسماك في المنام من بعد شرائها، فإن ذلك يشير إلى الشعور بالراحة النفسية خلال هذه الفترة. وإن كانت تقوم بشراء الأسماك في المنام أيضا، فإن هذا يدل على اقتراب ميعاد زواجها من رجل يلائمها وهو مناسب لها. وإن قامت أيضا بشراء الأسماك في المنام وجدتها فاسدة، فإن ذلك يدل على عجزها وعدم تمكنها من تجاوز الأزمات أو المشاكل التي تقف عائقا في طريقها. وأما بالنسبة للمتزوجة، فتبشر رؤية شراء الأسماك في المنام للمتزوجة بنيل الحياة الزوجية الهادئة والسعيدة والمستقرة. وإن كانت تقوم بتجهيزه للطعام بعد شرائه في المنام، فإن هذا يشير إلى ما ينتظرها في المستقبل القريب من شأن رفيع ومكانة مرتفعة ومنصب مرموق. وإن وجدت عند شراء الأسماك في المنام سمكة كبيرة، فإن ذلك يشير إلى زوال الهموم وفك الكرب واقتراب الفرج بإذن الله تعالى. وأما بالنسبة للحامل، فإذا رأت السيدة الحامل أنها تقوم بشراء الأسماك في المنام، فإن هذا يبشرها باقتراب قدوم مولود ذكر، والله يعلم ما في الأرحام، بالإضافة إلى تمتع المولود ووالدته بالصحة الجيدة والعافية والسلامة. وكما تبشر تلك الرؤية السيدة الحامل بالكثير من السعادة والفرح والسرور. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وشكرا لكم على المتابعة.